16 عاما مضت وما زالت البوسنة والهرسك تئن من وجع لا لم بها، فقد خيم الحزن عليها في ذكرى مراسم مجزرة سربرينيتشا التي شهدتها في 11 من يوليو عام 1995 على أيدي القوات الصربية، فقد راح ضحيتها حوالي 8000 شهيد مسلم ونزح عشرات الآلاف من المدنيين من المنطقة. نظمت مراسم خاصة في مقبرة بوتوكاي قرب سربرينيتشا، حضرها العديد من الشخصيات المهمة ومن ضمنها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان وآخرين. وتعد هذه المجزرة من أفضل المجازر الجماعية التي شهدتها القارة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. تم تحميل رادوفان كاراديتش الزعيم السياسي للصرب البوسنة والجنرال راتكو مالاديتش الذي قاد الميليشيا الصربية، بالإضافة إلى العديد من القادة السياسيين والعسكريين وشبه العسكريين المسؤولية عن تنظيم عمليات قتل المدنيين وتشريدهم، فيما لا يزال معظمهم متواريا عن الأنظار وملاحقا من قبل الانتربول وقوات الأمم المتحدة في البوسنة. واتهم أهالي الضحايا القوات الهولندية العاملة في نطاق قوات الأمم المتحدة بعدم الدفاع عن أهالي المدينة وتسليم من التجأ لثكنة هذه القوات إلى ميليشيا صرب البوسنة التي قتلتهم جميعا لاحقا وبلا رحمة. وكانت محكمة العدل الدولية أكدت في فبراير عام 2007 ما أصدرته محكمة جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة بأن ما جرى في سربرينيتشا كان إبادة جماعية. هذه الذكرى نعيشها اليوم بالألم في كل أصقاع العالم، نبكي على إخواننا وأخواتنا وآبائنا وأمهاتنا وأطفالنا الذين سحقتهم المجنزرات في سربرينيتشا هناك حين استحيت الشمس أن تشرق على المجزرة.